في يعني البعض بيذهب ايضا فضيله الدكتور علي ان قراءه سوره الاسراء تفرج الكرب، لانها نزلت تفريجا وتسريه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عقب حادثه الطائف اللي فضيلتك تطرقت ليها. الى اي مدى ايضا تسهم هذه قراءه هذه السوره في تفريج الكرب عن المسلم؟ اولا يجب ان نعرف ان المسلم دائما يجب ان يكون في عباده الله سبحانه وتعالى، وان اي شيء يتقرب به المسلم الى الله سبحانه وتعالى قد يكون سببا في تفريج كربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وما كان مشهورا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقول أرحنا بها يا بلال، يعني إذا ما حزبه أمر سيدنا بلال ينادي إلى الصلاة ويقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة. كذلك قراءة القرآن في عمومها، في عموم القراءة هي فيها تسرية وفيها شفاء للصدور. طيب، ولكن هل سورة الإسراء لها مزية في هذا الأمر؟ نعم، سورة الإسراء لها مزية لأنها قد وقعت في هذه الحادثة بخصوصها التي فيها تفريج لقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إيه اللي ورد عن سورة الإسراء؟ ورد حديث السيدة عائشة في الترمذي وصححه الحافظ ابن حجر. السيدة عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء وسورة الزمر. فإذا ما عرفنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قراءة هذه السورة قبل أن ينام، إذن فلها خصوصية ولها سر يعلمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليس الأمر بمستبعد أبدا أن يكون لهذه السورة مزية في تفريج القلوب وفي تفريج الكروب وتهدئة القلوب وتهيئة النفوس، وخصوصا أنها قد نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة الخالدة التي كانت وبحق تفريجا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.